من يجيب طاري البروتين راسا يجي ببالنا واي جولد ستاندر. بس اول شغله خليني اقول لك اياها، تاخذها من اسال حتى بالك مرتاح وضمان، خليه على صفحه. الواي هذا شلون استخدمه؟ الواي عباره عن مكمل غذاء، متفقين؟ مكمل غذاء. غذائك ما كامل ما يفيدك. كمل غذائك والنقص اللي عندك والثغره اللي تصير بالاكل سد النقص مالك. ليش نتوجه اكثر شيء على الوي؟ سعرات الحراريه ناصيه مثل ما تشوفون. قيمته الغذائيه عاليه، سعرات الحراريه ناصيه. نستخدمه وقت التنشيف، وقت التعضيل، باي وقت نقدر نستخدمه. من يقدر يستخدمه؟ لاعب الحديد وغير لاعب الحديد، لان هو عباره عن مكمل غذاء. زين هو هذا يضرك؟ مو بس هذا، كل شيء راح تلح بيه تلح ملحه زايده راح يضرك، حتى المي ايش قد بيه فوائد، نفس الوقت من تلح بالمي يصير عندك تسمم. لذلك اعتمده اعتماد كلي انه هذا مكمل غذائي. افضل وقتين الصبح وورا التمرين. الوي يجي سريع الامتصاص. الصبح ليش؟ لانه انت قايم من عمليه عيد غذائي، جسمك يريد ياخذ على السريع، تعطي وي. بعد التمرين نفس الحاله، الكلايكوجين كله طلعته من العضلات، اريد شيء سريع حتى يرجع، تعطي وي. ودائما انا اقول لك صحصح وياي وافيدك.